حكمت المحكمة غيابيا على الغائبين وحضوريا للباقين. أولا بانقضاء الدعوة الجنائية لكل من المتهمين محمد علي عفيفي، محمد بكري، محمد هارون، هاني مصطفى أمين، أشرف علي علي، محمد ربيع، محمد يونس، عبد الرحمن علي صبحي، همام محمد أحمد، محمد السعيد المصلحي، إسلام سيد أحمد إبراهيم، عبد الرحمن سيد رزق، خالد فرج مصطفى، أحمد حمدي محمود، محمد أحمد محمد، فيصل حمدي سليمان، أحمد محمد عبد الغني، فيصل حسين سليم سليمان، أحمد محمد السيد، سمير منصور صبحي، إسماعيل سعيد عبد الله، أحمد عزمي حسن، حسام أحمد محمد، محمد عبد السميع حميدة عبد رب، بالوفاء بوفاته. ثانيا وبإجماع آراء أعضائها بعد أخذ رأي فضيلة المفتي بمعاقبة كل منه، توفيق محمد فريق زيادة، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمي سلامة سليم، محمد خليل عبد الغني، هشام علي عشماوي، مسعد إبراهيم، عماد الدين أحمد محمود، محمد عبد الغني علي، محمد سعد عبد التواب، ربيع عبد الناصر طه، عمرو أحمد إسماعيل، كريم حسن صادق، محمد مصطفى، وسام مصطفى سيد، أحمد عزت محمد، أنس إبراهيم صبحي، عبد الرحمن إمام، محمد عويس، محمود محمد سليمان، هاني إبراهيم أحمد، محمود عبد الغني السيد، يحيى المنجي سعد، عادل محمود البير، ممدوح عبد الموجود، أحمد محمد عبد الحليم، محمد عادل شوقي، فؤاد إبراهيم فهمي، محمد إبراهيم عبد العزيز، السيد حسنين علي، محمد سليمان حماد، إسماعيل سليمان سعد، محمد شحاتة محمد، أحمد جمال حسن، كريم محمد أمين، محمود سمري محمد، أيمن أحمد عبد الله، رائد صبحي أحمد، بالإعدام شنقا عما أسند إليهم. ثانيا بمعقد لطيف، إبراهيم صبحي فرحات، عمر سعيد عبد العزيز، عمر رفاعي سرور جمعة، عبد الرحمن محمد سيد، محمد فتحي عبد العزيز، إبراهيم جمال عبد العزيز، محمد صابر رمضان، تامر أحمد عصمت، كريم معتصم محمد، إبراهيم محمد عبد الحليم، عبد الرازق محمود عبد الحميد، أحمد أبو سريع محمد، محمد رمضان محمد طنطاوي، أنور السيد محمد، أحمد صابر نصر، رجب زايد عبد الله، محمد فتحي محمد، حسن أنور حسن، أحمد مندوح إبراهيم، إسماعيل محمد وشل، ياسر حمدي عدنان، بدر البيومي شديد، سعد غياسي أقوى، أويضة سلامة عايد، محمد منصور زكي، محمود محمد عبد الغني، السيد محمد حسين، تامر حسني بدري، محمد نبوي، معتز محمد عبد الخالق، إبراهيم عبد الرحمن السيد، صابر إبراهيم السيد، عبد المنعم عبد الله السيد، محمود عبد الرحمن السيد، عزت حسن محمد، عيد محمد يوسف، محمد عبد الوهاب متولي، عبد الرحمن محمد راشد، هشام محمد المهدي، أحمد محمود، محمد الشواتفي محمد، أحمد سليمان محمد سليمان، محمد سمري محمد أحمد، إسلام محمد إسلام، محمد أحمد محمود، أحمد أشرف عبد الرحمن، أيمن أنور عبد الرحمن، بسام بحيري درويش، محمد عبد الرحمن علي، محمد صبحي، خالد علي محمد، محمد أحمد محمود، محمد السيد السيد، صبحي عبد العالي إبراهيم، الشريف فتحي محمد، أسامة محمد محمد، سامح أحمد عصمة، أحمد عبد المنعم إسماعيل، بالسجن المؤبد عما نسب إليه. رابع
بمعاقبة كل من أنور صالح، أنور صالح، كرم أحمد عبد الرحمن، محمد عبد القادر إسماعيل، أحمد سعيد عبد الوهاب، فايز عبد الله عوض الله، طارق حميدة سليمان، سيد عبد المنعم السيد، محمد عطية شحاتة، مصطفى حسني عبد العزيز، محمد نعمة الله عبد العزيز، أحمد عبدي حافظ عثمان، عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، أحمد مصباح قنديل، خالد عيد إبراهيم، أحمد محمد عبد العزيز بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عم أسن الدليل، عم أسن الدليل. سادسا وعاقبة كل من عماد عبد المنعم عبد الله، محمود مجاهد محمد، شريف السيد نور الدين، محمد أحمد يحيى، محمود محمد سلام، عبد الرحمن علي أحمد، أحمد سعيد فرحات، أيمن بيومي عبد الحميد، مراد البيومي جديد، ياسر عيسى أحمد، سعد عبد الفتاح عبد الله، محمود أحمد محمد، عمرو محمد نور موسى، أحمد حافظ عبد العاطي، هاني أحمد محمد، حسن محمد حسين، محمد مقبل محمد، محمد مصباح عبد المقصود، محمد السيد حامد، عبد المنعم بهاء الدين، محمد عادل محمد، زكي السيد عبد الوهاب، محمد المنجي سعد، سمير عبد الرحمن، عماد سعيد محمد، رزق محمد غريب، السيد عبدين علي، عبده السيد عبد النبي، محمد عتريس عبد الحليم، محمد عاشور مصطفى، أحمد فريد عبد الوهاب، أحمد جمال أحمد، مديح رمضان حسن، عبد الرحمن هليل محمد، سعد عبد العزيز عبد المجيد، صلاح الدين عبد الهادي مصطفى، أحمد محمد راشد، معين فهمي منصور، محمد فتحي عبد الفتاح، حسن جمال أحمد، محمود عبد العزيز، عمر أحمد توفيق، محمد سليمان سليمان، محمد عبده أحمد، محمد جود عبد الله، أسامة عزمي حسن، محمد صبري عبد العظيم، محمد السيد العربي، أحمد جاب الله محمد، أحمد مصطفى أحمد، أحمد مصطفى عطية، الحسن أحمد عبد القادر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عم أسن الدليل. سابعا إلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها. ثامنا حرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم أو التصرف فيها. تاسعا عزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية. عاشرا وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. الحادي عشر إلزام المحكوم عليهم بدفع مبلغ وقدره 150 مليون دولار مصريا لوزارة الداخلية.